هاتفتها واللظى في الصدر لافحة كالجمر هيهات ما ضربت ذا مثلا. وحينما ربط الخط اعتلى ألمي رحبت والدمع من عيني قد هطل. قالت حبيبي أنا في الشوق عالقة أهلا وسهلا بمحبوبي إذا وصل. سألتها عن حنين والجوى ضحكت قالت إياك أن تزيدني خجلا. فقلت أنا أعاني الصمت منعزلا يا ليتني مهجتي أشبعتك غزلا. سمعتها شهقت غازلتها فبكت أيقنت أن البكاء ما كان مفتعلا. واسيتها باكيا والقلب منكسر ناشدتها قائلا لا تفقدي الأمل. لا تيأسي من ظروف والجوى شدد فاليأس يا قمري يولد الفشل. حبيبتي دونك الليالي حالكة فلا سنا يأتي والبدر قد أفلا. عزيزتي إن في الوصل لي شغف لا صبر يجدي إذا الفؤاد ما احتملا. ودعتها والهوى يجتاحنا علنا على أمل اللقاء خطي قد انفصل. والسلام عليكم. شلالة شكر ووديان امتنان لجمعية السلم للتنمية والثقافة والإبداع على الدعوة، وأخص بالذكر الأخت مالكة أجباري. والشكر موصول لمكتبة عبد الصمد الكنفاوي والقائمين عليها والحضور الكريم. قصيدتي عمودية على أمل اللقاء. لما اغترابي بنار الوحدة اشتعل، لما اغترابي بنار الوحدة اشتعل استسلم الجأش للأشواق وامتثل. هاتفتها واللظى في الصدر لافحة كالجمر هيهات ما ضربت ذا مثلا. وحينما ربط الخط اعتلى ألمي رحبت والدمع من عيني قد هطل. قالت حبيبي أنا في الشوق عالقة أهلا وسهلا بمحبوبي إذا وصل. سألتها عن حنين والجوى ضحكت قالت إياك أن تزيدني خجلا. فقلت أنا أعاني الصمت منعزلا يا ليتني مهجتي أشبعتك غزلا. سمعتها شهقت غازلتها فبكت أيقنت أن البكاء ما كان مفتعلا. واسيتها باكيا والقلب منكسر ناشدتها قائلا لا تفقدي الأمل. لا تيأسي من ظروف والجوى شدد فاليأس يا قمري يولد الفشل. حبيبتي دونك الليالي حالكة فلا سنا يأتي والبدر قد أفلا. عزيزتي إن في الوصل لي شغف لا صبر يجدي إذا الفؤاد ما احتملا. ودعتها والهوى يجتاحنا علنا على أمل اللقاء خطي قد انفصل. والسلام.